شكرا للزميل أيمن جادة. بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدينا متابعينا في كل مكان، ديربي لندن، ديربي فخر لندن، هنا في إطار الأسبوع الثاني لمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2018-2019. تشيلسي صاحب المركز الخامس ب3 نقاط، فوز مريح على هادرسفيلد بقيادة ساري مدرب نابولي السابق الإيطالي، السادس في تاريخ تدريب فريق نادي تشيلسي بعد رحيل كونتي، في حين النادي الأرسنال اللي عانى كثيرا في الأسبوع الماضي أمام فريق نادي مانشستر سيتي حامل لقب البطولة عندما خسر أمام سيتيزن بنتيجة 0-2، في حين تشيلسي كان فاز على هادرسفيلد 3-0. أرسنال مركز 16 برصيد حاليا لا شيء من جورجينيو الوافد الجديد من نابولي، رقم 5 باركلي، رقم 8 تابع اللقاء، تابع المباراة، مباراة ديربي. أمامنا هنا التسديدة ديفيد لويس ولكن إلى خارج الملعب، أول كرة وأول انطلاقة في هذه لقب دوري الأبطال ولقب الإف إيه كاب، وأخيرا كان معاهم أيضا المدرب كونتي اللي قادهم نحو الدوري والكأس. وحيد لتشيلسي كان من جانب اللاعب اللي طبعا في دكة البدلاء النهاردة إيدن هازارد، روس باركلي، أدي روس باركلي انضمام في مبادرة، أدي في الجنب الشمال ألونسو بيعمل الكرة العرضية المثالية. كل الترشيحات النهاردة رأس الرابطة 2014 اللي جمع ما بين مانشستر سيتي وسندرلاند، وكرة عرضية والهدف الأول يضيع هنا، الهدف الأول. أدي أمامنا أوزيل الأزمة الكبيرة بعد لقائه بأرسنال، لقاء فاز في 17 والأرسنال فاز في 19، وأدي انطلاقة والهدف الأول، الهدف الأول، الهدف الأول هنا، هجمة سريعة ألونسو، ماركوس ألونسو إلى بيدرو، وبيدرو لم يكذب الخبر ويسجل أول أهداف اللقاء بعد 9 دقائق. الهجمة والسرعة والنقلة، الكل كان بيتحدث عن الأداء المتحفز لدى كونتي. يأتي ساري الذي قاد نابولي نحو عروض كبيرة وكاد يفوز بلقب السيريا، لكن اليوفي حسم الأمور. أمامنا هنا يسجل ساري في وبايز أو بورنموس وعنده أيضا 6 نقاط. أدي أمامنا كانتي بطل كأس العالم، ودي الكرة المسددة من باركلي إلى خارج الملعب. أداء مميز جدا وثقة واضحة منذ المواجهة مع هكتور بيلارين. عدى أمامنا ويليان، سبب بيلارين عمل عرضية لكن جينيو في وسط الملعب تقال قوي، وروس باركلي المميز، وادي فيدرو فوق دولية وحيدة مع المنتخب الإسباني طبعا كان من ضمن 17. أدي أمامنا بنتابع عن انطلاقات الخطيرة، هيبقى تاني لاعب على فكرة من تاريخ النادي يسجل للنادي لو سجل أوليفي جيرو. أرسنال حقيقة راحت عنده أسماء كبيرة. أدي انطلاقة أوباميانج، هل يفعل أوباميانج؟ أول كرة والاختبار هنا للإسباني كيفا. جوندوزي أمامنا، تمريرة حلوة قوي، انطلاقة، ممكن التعادل، ممكن التعادل، ممكن التعادل، ولكن ضيعها أوباميانج. بيلارين عمل هدية، وأدي أمامنا هنا قلت لحضراتكم مشاكل دفاعية في الفرقتين، المشاكل الدفاعية. أمامنا ألفارو مراتا في المساحة والانطلاقة ويلم وعدى، يا ولد ألفارو مراتا يصالح نفسه ويصالح جماهير البلوز، وأدع المنتخب الإسباني في حرك مع تألق ديجو كوستا طبعا مع أتلتيكو مدريد واللي رحل عن صفوف فريق نادي تشيلسي، لكن ألفارو مراتا يسجل الثاني بعد مرور 20 دقيقة. مراتا اللي راهن عليه النهارده ساري واللي اتكلم عليه بشكل إيجابي في هذه اللقطة. شوف كرة القدم، أوباميانج يضيع فرصة لا تضيع، ثم يأتي ألفارو مراتا ويسجل أيضا بالقدم اليسرى بعد هذه الهجمة وهذه الكرة. بيدرو في الدقيقة 9 ومراتا في الدقيقة 20، كرة من جنب الشمال خطرة جدا بعد تاريخ الكبير لأرسن بينجر مع نادي الجانرز، واللي كان طبعا يعني أوباميانج نقطة تحول أضعته للفرصة الهائلة قبل أن يسجل. أيضا الكرة على العارضة وفي فرصة أيضا ومحاولة كانت تزيد من جانب باركلي، وادي أمامنا الإنذار الأول هنا في المباراة للاعب شاكا. انذار لشاكا، خلي بالنا مبارياتهم دايما بتبقى حافله بالطرد عشان أرسن فينجر، يعني لم تكن الامور بهذا السوء. وادي امامنا هنا بنتابع كره ومسدده في ركلات الترجيح، كره على طول ملعوبه امامنا هنا، ويليان الى الونسو تتريح حلوه، ترتد كره اوزيل، لكن مره ثانيه ناتشو موريال اويوبي هجمه ومحاوله مختاريان، مش ممكن أوباميانج ضيع الاسهل، وواحده اسهل برضه المره دي مختاريان امامنا، مش ممكن يرجع لو استغل هذه الفوائد. ادي امامنا كورة فاز بالدوري الانجليزي الممتاز في 6 مناسبات، منها طبعا 5 بمسمى البريمير ليج، 2006 معين، والنتيجة أصبحت 2-2. بيدرو في الدقيقة 9 ومراتا في الدقيقة، ويانج في الدقيقة كانت 20 قبل ما يسجل، وادي
دي هدف جميل بقى المرة دي، أخيرا هدف، هدف هدف عن طريق مختريان بعد ما أضاع أوباميانج في الدقيقة 20، وكان ضيع مختريان في الدقيقة 32 كرة صعبة قوي على الحارس كيبا أمامنا هنا، يسجل الأرميني مختريان هدف تقليص النتيجة في الدقيقة 37، يسجل فريق نادي الخبرة الكبيرة كانتي أمامنا هنا في الدوري الإنجليزي، واللي بيحاول ودي واحدة حلوة يا ولد يا ولد يا ولد ألفارو موراتا في هذا اللقاء، ولكن بيتر تشيك يتألق في هذه اللقطة. شفنا الانطلاقة اللي كانت من جانب بيدرو مع المان يونايتد ما كانش فيها موفق قوي، ادي الكرات العالية المرة دي على طول سوكراتيس يطلع اتقى في زاوية صعبة في زاوية الأرضية. التعادل يا عيني، التعادل يا عيني، التعادل 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 هنا في هذه اللقطة، مختريان وأيوبي وأيوبي أمام اللي حضراتكم. لقاءات الديربي صعب تتوقع، صعب تقول مين يفوز مين يتقدم، تشيلسي تقدم بهدفين ولكن نادي الأرسنال عمل الريمونتادا، عمل العودة الجميلة في مباراة اليوم لأنه يسجل في خلال الأربع دقائق متتاليين في افتتاح الدوري. وادي أمامنا كرة من ويليان ماركان، وادي أمامنا هنا جوندوزي اللي بيسدد وبدأ يطمع، بدأ يطمع في كيفا، بدأ يطمع في ويليان، ما بيعملش الدور الدفاعي، الضغط على الونسو بنفس الطريقه بين. شوف الاستلام، مفيش اي ضغط، مفيش رقابه، مباراه مفتوحه بين الفريقين، الالتزام يكتسب ثقه وبدا يشكل خطوره وبقى هو الافضل. وادي امامنا ايوبي، هو مش ممكن، مش ممكن يا اوباميانج، مش ممكن يا اوباميانج، لكن ايه الدفاع في الفريقين مش موجودين، يعني اللي بيتفرج معانا يقول لك سبينيك ودفاع، كان تشيلسي بدون دفاع وكان الارسنال بدون دفاع. وادي الكره العاليه على طول مرات في هذا الملعب في الخمس لقاءات اللي جمع بين ناديين في الدوري، ادي انطلاقه مختريان والارسنال وفرصه، مستعجل مستعجل ايوبي عنده نقطه الجزاء، ايوبي امامنا هنا، شوف الكرات والاختراقات والرقابه، وسام يستغل سوء الحاله اللي كان يعني ممكن يسجل اكتر نادي الارسنال، رجع كانت كفيله ان نادي الارسنال يكون متقدم مثلا 4-2 او 5-2. كره عرضيه امامنا خطيره هنا، لكن الونسو تغطيه دفاعيه باربع نقاط، ودي فرصه ومحاوله ترجع على طول المره دي الى كانتي الى بيدرو، بيدرو لكن الكره تطلع لخارج الملعب. ادي امامنا بيدرو رودريغيز اللي سجل الهدف الاسكو الروماني في ذلك الوقت، ونادي الارسنال عاد وسجل هاتريك، كانوا امامنا كره ومحاوله، الاثنين هيلعب مع نادي ادرسفيلد. ادي امامنا محاوله، ودي كانتي والمطالبه بلمسه يد في اللقطه الماضيه وانقاذ، واي الاول من المباراه استلم على طول من جانب الونسو، تحرك المره دي من جانب ويليان لكن اتى وكانتي، ولكن مراتا اتطرف بالكوره وينتظر المسانده، ياتي مصطفي ولكن تطلع كوره ركله ركنيه ثانيه. انا ويليان جواندوزي يضغط على طول ولكن تغطيه نهائي دوري اوروبي امام اتلتيكو مدريد ضمن الاسماء الغائبه الموسم الماضي، سجل 7 اهداف في لقاءات الدوري. وسباركل يا ولد عدى حلو قوي ويسدد، ولكن بيتر تشيك، ولكن بيتر تشيك، بيتر تشيك امامنا هنا احسن حال، انقذ ركله جزاء لكن ينقذ كره خطره جدا من روس باركلي. وادي امامنا الهجمه، كرة مرة تانية الخطأ هنا من جانب جورجينيو، الانطلاقة لكن رايا، رايا وتسلل أوباميانج اللي طبعا سدد، ولكن هناك رايا وهناك تسلل أوباميانج. قول لحضراتكم تمريرة مقابل 292 في 60-40 لاستحواذ لاعبي تشيلسي وجابوا هدفين، نادي الأرسنال تدارك الأمور حقيقة ساحة. وادي الأدوار الدفاعية، أيوبي وعدى سبيلي كويتا ويعمل عرضية مثالية 29، عدل الأرسنال عن طريق مختريان وعن طريق اللاعب أيضا أيوبي، دي 37 والكرة الهازارد لكن على طول الرقابة، ومرة تانية بيدرو والتست لقاته بأدائه المميز ويلم ويعدي ويسدد أمامنا هو، لمسة على طول الكرة ترجع إلى جورجينيو، جورجينيو فكر يسدد، جورجينيو باللعيبة المميز وحيد حتى الآن بقى تبديل نادي تشيلسي، كرة من ألونسو، الكرات اللي بيحاولوا من خلالها الاختراق بعد خروج ويلشر هو بيحمل رقم 10 اللاعب أوزيل، مرة تانية الاستلام ومحفيها السيطرة واستحواذ من جانب نادي تشيلسي، بيدرو لسبيلي كويتا الرأسية من ودخول إيدن هازارد، المرور أمامنا المراوغة الكرة العرضية لكن من جانب فريق نادي الأرسنال بعد ما كان دخل توريرا مكان شاكا، ودي الكرات العرضية مقابل 32%، الشوط الأول كان 59-41، الكرة العالية ناتشو موري قد كتير من شخصيته من أدائه، كوفاسيتش فاول، فاول هنا في منطقة خطيرة جدا، فاول في منطقة خطيرة، إيدن هازارد وفاول لصالح ماتيكو لكن بيواجه تشيلسي مع الأرسنال، ودي التسديدة من جانب لكل فريق، أدي الكرات اللي ملعوبة أوباميانج إلى لاكازيت، استلام من جانب ناتشو موري رمزي البديل، تمرير من مختريان الى ارون رمزي العرضيه المتابعه، ولكن كيف امامنا هنا، كيف يتصدى، كيف يتصدى، كره كره خطره جدا من رمزي هنا في هذه الريق. خرج ودخل مكانه اللاعب لاكازيت، ادي امامنا جيرو دخل وفي مرمى ساوثهامبتون، امامنا هنا بنتابع الكرات العرضيه
كانتي 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 خد الكرة لكن خدها وهو نازل. كانتي رأسية لندن لقى حلو قبل إيدن هازارد. تشيلسي هل يسجل في هذه اللحظة؟ ألونسو ولد ألونسو يا ولد ألونسو 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 إيدن هازارد إيدن هازارد يصنع الفارق وألونسو أمامنا هنا في هذه اللقطة في لمسة إبداعية من هذا النجم اللي سجل 7 أهداف في الموسم الماضي يسجل لفريق نادي تشيلسي هنا في الدقيقة 81 هدف 3-2 للبلوز هدف